المذاكره يا شادي، بكره الامتحان. المزيكا الاول، الواد ده هيجنني. عملت ايه يا نوني؟ نجحت طبعا، دي مش عايزه كلام. وانت يا شادي طمنا. انا لا ما حدش يسالني، ما حدش له دعوه بيا خالص. شادي حبيب ماما، طمني عملت ايه في الامتحان النهارده؟ سبت يا ماما كده. يا شادي مش انا طول الوقت اقول لك ذاكر 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 وانت مشغول بالمزيكا والغنى؟ ينفع كده يا حبيبي؟ خلاص بقى يا ماما، انا مش ناقص. خلاص يا حبيبي، انا مش هقول لك اكتر من كده ومش هزعلك، بس لازم تعرف بعد كده ان في حاجه اهم من حاجه. يخلص مذاكرتك وواجباتك وتخلص كل حاجه وراك، بعد كده يا حبيبي عايز تلعب مزيكا براحتك العب زي ما انت عايز، بس اهم حاجه تذاكر دروسك كويس وتنجح في الامتحان وتخلص اللي وراك كله، بعد كده انا هساعدك تلعب مزيكا زي ما انت عايز يا حبيبي. زعلان يا ماما قوي.